عبيد. مبروك يا دكتور عبيد. مين دكتور علاء الدين حسن محمد؟ مين رئيس اقسام الجراحه طبعا. مبروك يا دكتور علاء بيه. دكتور مصطفى عبد المؤمن سيد عبد المنعم. مين؟ محمد صابر محمد احمد عبد الرحيم. المركز السادس. انت هتقابلها مين؟ مش فاضلنا كمان. لا دكتور محمد عبد الرحمن علي مسعود. يعني شكلك كده. يا مين؟ انت الثاني يا عم. لو انت كنت من زمان انت مكان مكان. انت مرزوق مكانك. دكتور عصام حسن احمد حسنين المركز الثامن. مبروك.